بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. دلوقتي موجودين في السوق دمنهور، نعرفكم على أسعار العجول اللي بتلو والنتات اللي بتلو. ازيك يا معلم؟ أخبار معاليك إيه؟ والله بعطلهم على الوقت. لا أنا هتحايل على إبراهيم وأحمد رضا. أحمد رضا وإبراهيم الشيري. أنا عايز أتغلب من الوضع. نتات الصلاة على النبي. النتات دي عاملة كام يا معلم؟ عندك ايه؟ 55 5000 ونص ودم 14000. الاثنين دمك عاملين 14000؟ العماره قد ايه؟ دي ولا دي؟ الاثنين دم شهر ونص. شهر ونص دكوره دم؟ دكرين. دكرين اللهم صل على النبي. ب 14000 ونص؟ صل على النبي. السلام عليكم يا معلم. نوتي ولا كرة دم؟ كرة يا حاج. عاملين كام يا معلم الاثنين دم؟ زي ما نقول يا خالد. اللي عاملين كام السعر اللي مرضي الله؟ بيع الشراء حقيقي. 74 و75 كده. 74 و74 والذكر ده 62 62 100 بالصلاة على النبي اللهم صل على النبي. الاعمار هنا قد ايه؟ ما تجيش شهر ونص. شهر يعني شهر. رجلين برضه امك. طب ما هنا يا باشا. عاملين كام يا حاج العجلين دول؟ 65 و6000. 65 و6000. ايوه. مش 5000 ونص ده ولا 5000؟ 6000. انا غالي. ها؟ انا غالي شوية. انت غالي شوية؟ الله يرزقك يا عم. لا ما نقدرش نقول 4.5 يا جماعة. الله يرزقكم. ربنا يرزقكم. اتفضل يا باشا. تعالى يا معلم هنا يا معلم. على ريتك. يا عم عيب عليك تمشي. ذكر برضه. كله خوش. الذكر ده بكم يا معلم؟ ليه كده يا عم؟ مش مريح ما تريح السعر شوية. وقف تمن. ايه؟ ربنا يرزقك في الاول وفي الاخر. السلام عليكم يا حاج. بكام يا حاج؟ دعم 6000. 6000؟ بسم الله والحمد لله. 6000 اللهم صل على النبي. بكام يا حاج الاثنين دول؟ لسه جايين لي دلوقتي. عاملين كام دم؟ لسه انت جايين لي دلوقتي تصور لي الدقيقه دي كل الدقيقه. معنا برضو عجلة من أرض برضو السواق. بكم يا حاج العجلة؟ ايه يا حبيبي؟ بكم يعني؟ الدنيا مريحة كده. ايه؟ الدنيا مريحة. الدنيا مريحة بكم يعني ان الذكر ده؟ 95. كم؟ 95. 95؟ عمره قد ايه ده؟ عمره 3 شهور. ماشي الجو شو الحلو والله. والله سبحان الله يرزقكم. في انخفاض في الاسعار شويه والاسعار نزل. والله انت راجل بيقيمها رده 6000 جنيه اكتر. ايه؟ رده 6000 جنيه يعني بكام دي؟ ها؟ بكام دي؟ 65 بيتعمل 7000 اخر ربع وشرا فين؟ 65؟ بكم يا حاج؟ بكم النتا دي؟ بكم النتا دي؟ عامله كام ده بنت الله؟ 9.5. 9000 ونص؟ غاليه كده ليه؟ يا اخي ده الدنيا ريحت يا عم الحاج. الدنيا ريحت ب 9.5 ايه؟ يا ذكر. طب قول ب 7. اه؟ ايه؟ 7.5. 7.5. اه. انا هقول لك 9.5. 9.5 على ايه؟ السلام عليكم. عايزين نطلع نقول لها 200 ضم عشان السواق. سواف واقف خالص. عايزين نشوف لها 200 ضم. بكام يا حاج العيل ده؟
ب 45. اول واحد يقول اسعار مريحه شويه. ده نتايه دي بكام؟ النتايه دي هتباع ب 45 يا بقى. ربنا يهون معنا برضه. السلام عليكم. بكام يا حاج الدكر ده؟ ايه؟ والله لسه على يعني جاي تبيعه بكام؟ نقول ب 6000. ربنا يرزقك. كام يا حاج الاثنين دول؟ ها؟ دول؟ وربنا ما يستروش على 10 و9. غالي كده انت قوي. بعد الاسعار نزلت يا حاج. والله الاسعار نزلت. كده انت غالي قوي. لك ب 10 و10 ايه؟ طلع سعرها يا احمد. والنتايه دي عامل ايه؟ 10 دي 10؟ اه بتكلم على جمرك اهو بيقول زي ما عايز يقول. بغني زي ما عايز يغني. ولف لفه يا حاج وشوف الاسعار بقى. يا مولانا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النتايتين دول عاملين كام؟ عاملين 22000 الا 200. 22000 الا 200؟ اه على طبيعه السوق يعني. مرة جوفر. مرة جوفر. لا الجو العمليه ما نايمه. لا نايمه خالص يعني. لو في سوق تبقى ب 24000 ولا 25000 لو. العمار هنا قد ايه يا حاج؟ 8 شهور كده. الله يرزقك. وانت برضه هيا. بكام يا حاج النتايه دي؟ 13 وربع. ب 13 وايه؟ وربع. الله يرزقك. وادي حال السوق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.